شفنا يعني تقارير وزارة الفلاحة وحتى يعني التقارير الإعلامية في الجزائر، وكان أيضا حتى متدخلين من وزارة الفلاحة اللي منهم يعني مدير الإنتاج الفلاحي النباتي في وزارة الفلاحة، اللي قدم يعني أرقام يعني اللي أو الوسائل، كل الوسائل التي جندتها السلطات المعنية وزارة الفلاحة لإنجاح حملة البدر وإنجاح حملة صديق موسم باتاج يعني الحصاد والدرس، التي يعني بدأت والتي تم تجنيد لها. يعني عندما نتحدث حسب تصريح وزارة الفلاحة، وشفنا يعني في تقاريركم وفي تقارير كل وسائل الإعلامية، يعني تم تجنيد حوالي 500 شاحنة. من نشوفوا 500 شاحنة، يعني يمكن أن تكون عندنا يعني معرفة مسبقة بحجم الإنتاج المتوقع في الصحراء الجزائرية وفي الأقطاب الفلاحية الجزائرية، اللي يعني راهي تزيد في الانتشار، يعني من أضرار المنيعة لغردية لإليزي لورقلة وبسكرة، العديد من الأقطاب. 500 شاحنة تم توفيرها بالنسبة إلى 113 موسونيز باتوز. ونشوفوا أنه يعني هذا أيضا فيها حتى 14 شاريو إليفاتور بلس دي شارجور أرو إكسيتيرا. دونك نشوفوا حجم الوسائل يعني المادية والإمكانيات المادية اللي وفرتها الدولة لإنجاح هذه الحملة، ويعني من نشوفوا هذا الحجم نتوقع يعني حجم الإنتاج الكبير. وكما قلنا يعني يمكن أن يعني جو كونسيدير أو يعني يمكن أن أصنف يعني هذه المرحلة بكم اون ريفوليسيون ميكانيك، صادق أن ديبي دون ريفوليسيون أو تحديث في القطاع الفلاحي لم نشهده في الجزائر من قبل، يعني في هذه السنوات الأخيرة. وهذا تجسيد لي يعني النية الحقيقية يعني لإبداعها أو إصرار السيد رئيس الجمهورية في البداية، واليوم راه فيه تضارب الجهود، يعني حتى تم يعني راه فيه يعني تنسيق وإن أورغانيزاسيون بين مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي، يعني من الفلاحين إلى أيضا حتى الأورغانيزاسيون بالنسبة للستوكاج، يعني توفير حتى وسائل التخزين، وسائل التخزين والماكينات الحديثة. لماذا الماكينات الوسائل يعني الحاصدات الحديثة؟ يعني لتكون فيه نجاعة في لا ريكولت، في الحصاد، باش ما يكونش فيه تبذير، وأيضا تكون فيه انيفيكاسيتي. وهذا هو يعني الزراعة اللي نطمح لها اليوم، يعني l'efficacité ou l'efficience, يعني l'amélioration de l'efficience des facteurs de production. لازم تكون عندنا نجاعة في يعني في هذه الوسائل الإنتاج، كل وسائل الإنتاج. أظن أنه توفرت الدولة أيضا البذور المحسنة في وقتها، ليبرا في انخراط اللي يعني الواي سي باي اكزومبل، العديد يعني من كل هذه الفاعلين الأساسيين في القطاع الفلاحي، لتوفير كل يعني الوسائل وتجنيد كل الوسائل لإنجاح هذه الحملة، وإعطاء صورة يعني بأن يعني الصحراء الجزائرية الأكيد أن بإمكانها. كنا تحدثنا يعني منذ 2020 2021 وأكدنا على إمكانية نجاعة هذه الفلاحة الصحراوية، واللي هي توجه حتمي، وأكد على ذلك توجه ضروري وحتمي. لماذا؟ لأنه هذه الزراعات اليوم راه فيه طلب كبير على هذه الزراعات الاستراتيجية، الحبوب خاصة يعني البليديغ إير بلوتوندغ، اليوم راه فيه توجه للبليديغ، وهذا أيضا توجه حكيم واستراتيجي، يعني يمكننا الحديث فيه يعني في حصص أخرى. مثلا لأنه بالنسبة للقمح الصلب، يعني القليل من الدول حول العالم تنتج القمح الصلب، لأنه المناخات في أوروبا مثلا وفي الدول الأخرى حتى روسيا لا تنتج الكثير من القمح الصلب بالنظر يعني المناخ، لكن المناخ في الجزائر يعني مناسب لإنتاج هذا الزراعة الاستراتيجية اللي عندها اون مارج بروت عالية بالنسبة للقمح القمح اللين، وبالتالي يعني وهو اغلى يعني في الاسواق العالميه هيستوريكمون، وبالتالي يعني حتى هذا التوجه بالنسبه للزراعه هو يعني توجه حكيم واستراتيجي، يعني تقني اولا واقتصادي ايضا، يعني من الدرجه الثانيه. وبالتالي اظن انه
يعني اليوم راه فيه نجاح هذه الحمله اللي نتوقع يعني يكون فيها نجاح كبير نظرا يعني من المؤشرات، هي يعني كل هذا التجنيد هذه الوسائل الضخمه يعني كان ينقصنا احنا لو ماتيريال اونالجيري صديق تحديث ومكنه في القطاع الفلاحي اللي يعني بور لاميليوراسيون يعني لرفع من نجاعه هذه الشعبه. اليوم راه فيه نجاعه ونشوفوا يعني النتائج على الـ على الـ على الميدان، حتى الأسمدة يعني كانت فيه المدخلات يعني في الوقت المناسب، واليوم نشوفوا أنه هذا التوجه صحيح. لماذا هذا التوجه صحيح؟ صحيح ودقيق جدا، لأنه اليوم راه عندنا يعني مقدرات يعني من حيث المياه، وما ننساوش أنه الفلاحة الصحراوية اللي با تريبيوتير صديق هي ليست مرتبطة بالعوامل الكونديسيون كليماتيك يعني العوامل المناخية.